لنتذكر معا قوله سبحانه وتعالى في الآية 6 من سورة الانشقاق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. إذن كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان سيلقى بها ربه خيرا كانت أم شرا، لذا يجب أن نقوم بأعمال صالحة نلقى بها الله سبحانه وتعالى. لاحظوا معي الوضعية المطروحة أمامكم على الصفحة 82. يتظاهر أزار بالمطالعة أمام أمه ليرضيها ويلعب متخفيا، وعندما ذهب إلى المدرسة قال لصديقته: سأتظاهر بالمرض أمام الأستاذ لأني لم أنجز تماريني. ما موقفك من سلوك أزار؟ أجل، أخطأ أزار عندما تظاهر بالمطالعة أمام أمه وبالمرض أمام أستاذه، فهو يكذب على الآخرين ويخفي ما في صدره. بما تنصح أزار؟ أذكره بأن الله عليم بصير، وأنصحه بالاجتهاد في عمله واجتناب الكذب. أقرأ وأفهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أي الذي يطلب العلم والمعرفة سيسهل الله له طريقه إلى الجنة. ما ثمرة تحصيل العلم؟ ثمرة تحصيل العلم هي النجاح والدخول إلى الجنة. لما نطلب العلم؟ نطلب العلم لنفوز برضا الله في الدنيا والآخرة. أقوي تعلماتي، أعبر في 3 جمل عن قيمة الاجتهاد في العمل. الاجتهاد في العمل يرضي الله. أحسنتم. الاجتهاد في العمل يضمن النجاح أكيد. من جد وجد ومن زرع حصد. إذن هذه حكمة الأجداد. شكرا أعزائي وجزاكم الله خيرا.